عن جد بتحبني؟ انت سرقتي لي عقلي. انا كمان عم فكر فيك كل الوقت. انت يا استاذ عملت ابشع عمله ممكن تنعمل بام، كيف فيك تسرق لابنها منها؟ يا لا، اذا بتحبك بتروح معك. انت كذبت علي انه تقلي ابنك اللي من صلبك بيكون ابن حدا تاني. معقول يكون ابني وقلك انه مو ابني؟ عشق ودموع يوميا 7:15 المساء على LBCI.